انا والشعب زعلان عليكم مجلس النواب، خذلتموه تركتموه في محنة لوحده، كان الأجدى والأجدر والأنفع أن تكونوا معه ولكنكم تأخرتم. حياك الله أبو سجاد. يقولون جاك الموت يا تارك الصلاة. ها اي إذا ما يتحرك الشعب، لا مجلس نواب ولا سياسي بالعراق مصلح أم فاسد راح يغير شيء. أنتوا اللي غيرتوا مياه السياسة راكدة آسنة نتنة، هيجها الشعب، جرى بها، صار بها جريان. اليوم البرلمان أحلامه وطموحاته يا أمر تتنفذ، والمصباح السحري هو الشعب. لو مو الشعب واقف ما نقدر نتخذ هيك قرارات بهالسرعة هاي. وبعد 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 اليوم 220 حاضرين، وبعد وراح يحضرون أكثر، والما يحضر اليوم صار الرقيب قدامك، صار الرقيب أمام عينك. شعب تحرك، والشعب حركته كلها حق، كلها حق، ولا بيها شي غلط.